وننتقل إلى فن من نوع آخر، وهو فن الجرافيتي أو فن الرسم والكتابة على الجدران أو المساحات المشاهدة. وهو فن قد يبدو للبعض حديثا، ولكن إن عدنا بالزمن سنجد جداريات العهد القديم كانت تزين بقصص ورسومات تؤرخ تلك الحقب وتحكي الكثير عن أفكارهم وأحلامهم وقضاياهم. صحيح وعد، وإلى يومنا هذا لا زال فنانو الجرافيتي يستخدمون خيالهم وألوانهم وجدران قد تبدو محدودة وصامتة لتكون نقطة انطلاق إلى عوالم وقصص وحكايا وإبداع. لنتعرف أكثر على فن الجرافيتي نستضيف اليوم فنان الجرافيتي شادي أبو سليمان ضمن فقرة مع الناس. بداية أخبرنا أكثر عن فن الجرافيتي، وأخبرنا عن بداياتك أنت مع فن الجرافيتي. أيضا هو فن الجرافيتي هو نوع من الفن بيعبر الحرية، وكمان في تناقش بوين بلش الجرافيتي، بين نيويورك سيتي أم فيلادلفيا، بس هذا كله يعني منه الستوري الكمبليت. مومباي أيضا في العصر القديم، مظبوط، مدينة مومباي في الهند، مظبوط، اكزاكتلي. هلا كتبلشت انا بالجرافيتي بلشت ب 2006، بس قبلها كانت بنيويورك. هلا بخبركم اكثر بالتفاصيل خلال الانترفيو. جرافيتي معنات الكلمه جايه من مصطلح يعني الخربشات، فبدنا نعرف عن الخربشه الاولى لشادي. اوكي، كخربشه هي بلشت بالكيفمان كاوليه، وبلشوا كمان من نوع الفن، وهيدي تقدمت لكذا فرع بالفن، بين الفاين ارتس، بين الجرافيتي، بين في كثار لنسميهم كلهم. نعم. بس كخربشه كمان في تناقش بين وذا هو تخربش اما هو فن كمان. سو هيدي فاين لاين بيكون. نجي لشيء جدا مهم، شاد ذا ماد. واي ار ماد؟ لماذا انت غاضب؟ يعني شاد ذا ماد هو الاسم الذي تعرف به، وهو في اسمك الفني خلينا نقول، والذي يعني شادي الغاضب. مزبوط. فليه انت غاضب؟ هلا ما بتترجم بالضبط لشادي الغاضب، هي شاد ذا ماد اكثر جنون. صح. جنون بفكر الفن مثلا، ام جنون بالكرياتيفيتي كله. يعني كمان بيقولوا لي انه عندي الفرصه اطلع لبرا، بيقولوا لي انه جنون انه عم ببقى ببلد يعني ما كثير بيقدر قيمة الفن، بس هيدا عم نجرب نشتغل ككوميونتي ونقوي الاسم. طيب شادي، يعني يلي بيراقب اعمال الجرافيتي بشوف انه في كثير من الاعمال حول العالم منا مذيله بامضاء، يعني بتبقى مش منسوبه لشخص، مو بيمضي اسمه شخص، سواء كان لاسباب مثلا حريه، يعني كل اساليب التعبير عن الحريه للاسف بعد شوي صعبه، غالبا تستعمل هذه الرسوم ايضا للتعبير عن الاراء السياسيه او تخليد مراحل معينة. أنت لمجرد أنك عطيت حالك لقب أيضا واسم هيك غريب شوي أو أوريجينال مميز، قديش حابب أنه يكون عندك بصمة خاصة واسم خاص بعالم هذا الفن؟ هلا الشهرة هي حلوة، بس نحن كتب لي شيء مش لنشتهر، هي أكثر مثل ما قلت هي إكسبرشن، تعبير، تعبير الحرية وتعبير يعني الكرياتيفيتي الفن. That's basically it. يعني حضرتك من مواليد نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والآن موجود في لبنان ومواصل عملك هنا. ربما في نيو جيرسي هي جزء من هوية الشوارع هناك، فن الجرافيتي بتجده في كل مكان، يعبر عن فئات مختلفة للناس، يعني بيحكي قصة كل حي وكل منطقة. هنا في لبنان فن الجرافيتي ربما كان بدائي نوعا ما، إذا سميناه فن الجرافيتي أنه كل واحد بيعبر، هو في النهاية تعبير في جدران، كل واحد بيعبر عن أفكاره، وإنت بتمشي في شوارع بيروت بتلاقي أن الجدران فيها أفكار كثير زي ما قالت وعد، سياسية أحيانا، فنية أحيانا، فكرية أحيانا، رسومات بسيطة تطويرها. يعني يمكن في أمريكا طبيعي أنه واحد بيعمل فن جرافيتي، ولكن هنا في لبنان أنت بتقدم شيء مختلف وجديد وبتزين فعلا المدينة. كيف بتقارن ما بين الوضع هناك وتقبل الناس لفن الجرافيتي وهنا في لبنان؟ هلا الحلو انه هي بالطريقة اللي بلشت فيها بأمريكا كانت بمناطق شوي فينا نقول انه مظلومة، مثلا شعب مظلوم، وكانت ليفرجوا انه هن موجودين وهن صوتهم موجود كمان بطريقة الرسم. هلا الحلو
إذا بدنا نقارن بين أمريكا وبين لبنان كيف بلش، لبنان بعده إنه مثل ما قلنا جديد بالفن الجرافيتي. هلا مش كتير جديد، يمكن اليوم عم شوف جداريات كتير كبيرة، أعمال اشتهرت حتى على مستوى الوطن العربي لفنانين كبار. هلا جديد عم بس عم قارن بين ناحية بالعقد الأخير إذا بدك انتشرت. مزبوط. وهي الحلو الستايلز اللي بيطلعوا، مثلا في الكاليغرافي العربي الخطاط كمان عم بيعملوا قصص على الشوارع، في كمان الشباب بطريقتهم عم ياخذوا الانسبيريشن الموجوده بدول العربية وعم يحطوها على الحيطان، وسايم اذا بنقارن بامريكا عملوا ذات الخبريه هن بالكلتشر تبعهم. نعم. شادي قديش انت بتستوحي من اشخاص سبقوك بهيدا المجال؟ يعني اليوم في اسماء كثير كبيره بالعالم العربي بهذا الفن، قديش بتلاقي انه بتقدر تستوحي على الاقل تقنيا؟ لانه ايضا تقنيا يعني مع انه طريقه تنفيذ الرسومات هي بسيطه اناني التلوين، ولكن صار في تقنيات بتساعد، يعني تطورت التقنيات. اكزاكتلي هو يلي اكثر الأكثر شيء الانسبيريشن هو الكذا شخص، يعني كل شخص بتعرف عليه بيرسم جرافيتي أو حتى غير، إنه يمكن بيدق موسيقى شو ما كان الموضوع، في دائما انسبيريشن بوصلنا لرسالة أم لفكر جديد. فهودي كلهم كمان بالتكنيكس بنتعلم على بنتعرف على عالم، شخص منهم السيد بعتقد بقطر أز ويل، أند خطاط very well known معروف. كان عنده عمل مميز جدا بما انك ذكرت اسمه بتونس، وايضا ذكرت الكاليغرافي او التخطيط العربي، قام بالتخطيط على طريقه الجرافيتي على مئذنه جامع بعد استئذان امام الجامع، وكان يعني قام برسم ايه قرانيه وكانت جدا جميله. وهون اذا بدك كيف الشباب ادخل الحداثه على التقاليد حتى الدينيه، يعني بهيدي الطريقه ممكن يحدث هذا الفن ثوره بمكان ما. هلا كمان بيعمل ثوره، بيعمل بيوصلوا رساله اذا كان مثلا سياسيا دينيا ام حتى فكر فني، يعني ما يكون ضروري يكون في رساله دائما فيها، هي بس للنظر كمان بتحلي وكمان بتفتح الفكر اكثر. مزبوط. صحيح. وتجاريا ايضا، يعني شادي انت ممثل للعديد من العلامات التجاريه وقمت بصنع جداريات عن طريق الجرافيتي لهم، اللي بيشوف سيرتك الذاتيه بيستغرب بيقول امتى بيلاقي وقت يعمل دول كلهم، فانت نشط جدا في ومصر ومصمم على نشر فن الجرافيتي في لبنان، متواجد دائما بترعى احتفاليات تخص الجرافيتي ورش وفعاليات، وقلت اهم شيء قلته انك انت لم تدرس ولم تعلم فن الجرافيتي، ولكن أنت سمحت للتجربة وللأخطاء وللزمن أنه هو الذي يسقل تجربتك ربما ويعلمك. كيف الإنسان ممكن فعلا يتعلم من أخطائه؟ مزبوط، يعني كل شيء هو أنه درس بيسكلي، كله experience، واحد بده يجرب ليفشل أم لينجح بالموضوع، وإذا بيفشل فيه بده يضل يجرب ليوصل للمرحلة اللي بده يوصل لها. هيدي مش بس بالفن، هيدي بكل شيء، يعني مثلا بالغير الموسيقى أو غير البزنس، بس بالفن كمان زيت الطريقة، ناخد ستابس منجرب منشوف منقارن بين أول تجربة وتاني تجربة ومنتقدم على أساس هالتجربات. خبرنا عن مشاركتك بالمسابقات و جيد. كمشاركات بلشت كلها بالفن الشخصي. بلشت بس ارسم يعني برا على الشوارع لانه الحيطان كبار وكانفاسز لناخذ طابلو بهالحجم صعب لنقعد نتمرن فيه. عم بيخلوكم ولا عم تلاقوا مشاكل؟ لا عم نلاقي مشاكل شوي، عم نلاقي مشاكل، بس هلا بدنا اذن مثلا من بلديات وصرنا اكثر معروفين بالبلديات وبالشغل اللي عم نعمله. يعني مثلا شوي من شغلي بلش بالبلديات ونقل للسفارات، نقل لانترناشونال كومبانيز، يعني وعلامات تجارية كمان. مزبوط. نعم. مزبوط. وكمان الحفلات اللي بنعملها كلها بتشجع هالفن. مثلا بنشتغل مع جروب اسمه سيكريت وولز، كمان هو تحدي بين الفنانين، مباراة، واللي بيربح مثل المونديال مثلا هلا كمان مونديال الجرافيتي. مزبوط. طب لنضلنا بموضوع الجوائز، خبرنا شو أهم جائزة حصلت عليها وشو أهم لوحة قمت برسمها؟ هلا رح بلش باهم لوحه، انا هيدي كمان لوحه شخصيه انا حبيتها، هي كانت من
من كتابة جبران خليل جبران. وبعتقد كان في صورة من قبل شوي عنا. عم نشاهد الصور عم نتعود. So هيدي يمكن أكتر شيء عنده إيميل عن لإله لأنه بتحكي عن finding inner peace. واحد يلاقي يطلع يقول سلام مزبوط. السؤال الثاني بس إذا فيك تذكريني فيه بليز بوزت. هو ده كان السؤال ولكن أنا عندي السؤال الثاني إنه كيف بتلاقي الشباب هو أصلاً الجرافيتي بيستهوي الشباب بيسمح لهم يقولوا أشياء هم ما عارفين يقولوها بالكلام يمكن فكيف تجاوب الشباب اللبناني معاك يعني مدى فضولهم بتخيل إنه أنت قاعد تشتغل في لوحة أو شيء إنه بيتجمع وبيكونوا حابين يتعلموا بتحس؟ في كتير هي أصلاً هي الفن هو حكي مثلاً للنظر. مش هيك شوي يعني بتلبك بالعربي شوي بس غير هيك هي كمجموعة بيجوا العالم بيتحمسوا بس يشوفوا أشياء إذا بكون عم نشتغل على الشارع بيجوا بكون عندهم حشرية يجي ويتعرف علينا ويشوف كيف بلشنا يعني يمكن يقدروا يوصلوا هن لمرحلة كمان يبلشوا بالشوارع يرسموا عم يرسموا بحيالة شيء مش ضروري حتى على التابلو يبلش مثلا سو هيد الشغلة بتشجع وبتحمسنا كمان نضلنا مكملين فيها. أكيد بتمنى لك كل التوفيق بتكملة مشوارك أكيد تشاد دماد أو فنان الجرافيتي شادي أبو سليمان شكرا لحضورك معنا. Thank you. مشاهدينا نصل إلى فاصل أول نكون بعده مع نافذة من قطر وبرنامج دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسد في مؤسسة حمد الطبية لا تذهبوا بعيداً.